ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم، أهل الحديث هم أفضل، هم أفضل الأمة، وهم الفرقة الناجية، فرقة الناجية. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. إن لم تكون الفرقة الناجية أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فهم أصحاب الحديث، هم الفرقة الناجية. وكذلك من اتبعهم وسار على نهجهم فهو يلحق بهم. نعم.